بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة رقم 3. هنشوف إزاي بناخد اللوحة على الكاد ونظبطها. من شوية إحنا عملنا سيفنج للوحة بتاعتنا وعناها كصيغة دي إكس إف. هنجيبها إزاي؟ من أوبن كده هنا كده، أو من كاد كده نعمل أوبن، وهنجيب إيه دروينج، هختار اللوحة بتاعتنا دروينج 1 صيغة دي إكس إف. اللوحة بتاعتنا فتحت زي ما احنا شايفين، الكاميرا بتاعتنا اهيت بالأعمدة V1، الكاميرا V1، العمود V2، الكاميرا V3، العمود V3، والكاميرا V3 بالعمود V4. التسليح بتاعنا بالرجل بتاعته اهوت، التسليح العلوي، البصلات بتاعتنا وكل حاجة كده، والجنشة كمان اهيت، والترسيب بتاعنا والأطوال كلها والدمنشن بتاعتنا، وعندك التسليح بتاعنا بس بدأ شوية عامل علامة استفهام. شكل التسليح بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، وايه والحديد بتاعنا ممكن نعمل اري انتر ريفريش بأدوات كده احنا شايفين، ممكن نسحبه جوه كده. حط في الأرز بتاعك هنا نفس الكلام، السيخ اللي بعده ريفريش وتظبط الايه، وتظبط القطعات بتاعتي كده. نفس الكلام دوت نور دي، احنا نظبط بس اللوحة بتاعتنا على ايه عشان نطلعها بشكل كويس. نفس الكلام هنعمله في الايه في السكشن بتاعتنا كلها، ممكن نشيله كده خالص. كان الاثنين اللي فوق دول كمان، الاثنين اللي فوق دول، واللي فوق كده نعمل لهم ديليت، ونجيب دول كده دول معاهم، ناخدهم ايه كوبي سي او انتر، خدهم عليكم مثلا من السنتر كده بتاع الدرع دوت بتاع السكشن ده كده، نحطهم في سنتر السكشن التاني بيست، مظبطش قوي نرجع ليه كمان. ممكن ناخد الكوبي من حته ثانيه هنا مثلا كده، خد الوش ده كده نعمل لهم بقى ايه هاتش،
نعمله كانهم دونت كده. طبعا لا، نختار سوليد، نختار الجزء بتاعنا ده مثلا، وده 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 وده. تمام كده، احنا عملنا التسليح بتاعنا انتر كده، عملنا الحديد الافقي والكنات بتاعتنا كل حاجة ظبطناها. ممكن لو في ابعاد داخلة ببعضها هنا ننقلها زي كده مثلا، مثلا نقول كده شوية كده. مش اي مشاكل، بس نبقى عارفين كل الانديكيشن بتاع ايه. طبعا البي 3 نجيبه بره شويه كده، احنا ظبطنا كل حاجه. شوف بس الخط بتاعنا مش مظبوط كده، فنجيب خط تاني، نختار الخط كده ونيجي عندنا من تكست، يعني نيجي عندنا من انوتيت، وهنجيب ايه من ستايل، وليكن مثلا نختار ايه بندورة كده ونخليه بولد ابلاي كلوز. عندنا كل الخطوط عندنا زي ما احنا شايفين كده، والعلامة السهام اتحولت لايه؟ للفايل بتاعتنا زي ما احنا شايفين. تمام كده، دي الفايل بتاع الهيسترين 60، دي الفايل بتاعت الايه؟ مايلد ستيل. مش اي مشاكل كده، اللوحه بتاعتنا طالعه بايه؟ شكل كويس. ان عندك ليفل بتاعك اهوت، ودي كاميرا واحد، والسكشن بتاعها كام؟ نمبر واحد، حط هنا التليفون والفاكس لو انت عايز. هنا رقم كونكريت 350، والحجم بتاعها ده الحصر بتاعك، الفورم ورك 17 و 8 و10 متر تربيع، والكثافة والانتويت بتاعك، الدايمتر والستيل، وزن كام بالظبط اللي هو الهاي سترينث، وزنهم كام، والمايلد كام، والكفر عندك كام في البوتوم والتوب والسايد. كل حاجة عندك موجودة زي ما انت شايف كده. كنا نعمل شوية السكيل بتاعك زي ما انت شايف، رقم الصفحة بتاعك تقدر بقى تطبعها عادي من هنا كده، تعمل لها برنت عادي زي ما انت عايز. خلاص كده، نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.